بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولادي بتوع ميدل 3 النهاردة ان شاء الله هنشرح لسون 4 في الالجبرا سام بولينوميال فانكشنز. كنا خدنا في لسون 3 الديجري بتاعت الفانكشن ان انا عندي الزيرو ديجري اللي هي الكونستانت فانكشن, تمام, والفيرست degree اللي هي اللينير فانكشن, تمام, والسكند ديجري اللي هي الكوادراتيك فانكشن, تمام. ده كده ملخص سريع اللي احنا كنا خدناه المره اللي فاتت. طيب اول حاجه هناخدها اللي هي اللينير فانكشن, تمام. اللينير فانكشن اللي هو قلنا هي عباره عن فانكشن اوف فيرست اي اوف فيرست ديجري, زي مثلا f is a function from r to r, تمام, where مثلا fx equal x minus 1, دي كده لينير فانكشن, تمام. يبقى عندي الديفينيشن بتاعي بتاع الفانكشن بتاع اللينير فانكشن اللي هو the function f from r to r, تمام, where fx equal ax where the indices او الباور بتاع x equal 1 plus b, تمام, where a belong to r, ra r minus 0, ليه r minus a different 0 او minus 0 او except the 0, علشان لو هنا في 0, تمام, دي هتبقى function with no a with no degree. يبقى ال a belong to r difference a difference 0 او except a ال 0, يعني ال a belong to the real the set of the real number except a except 0, عشان لو ال a equal 0 هتبقى دي مش linear function, هتبقى دي no degree a no degree function, تمام. طيب will b belong to a belong to r, ممكن بقى could be 0 او اي number thing. Is called a is called a linear function, تمام, it's a function of a of first degree, تمام. يبقى اهم حاجه في الديفينيشن بتاعي ان ال a اللي هي تايمز ال x باور 1 او الانديسيز بتاعها ب 1 اللي هي تعتبر فيرست ديجري, ال values بتاعتها could be any value of r real numbers except a except 0. طيب عايزه بقى بعد كده اعمل لها representation graphical representation للlinear function. اللينير فانكشن دي الجرافيكال representation بتاعها بيبقى عباره عن straight line, تمام. يبقى اللينير فانكشن الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاعها بيبقى عباره عن ستريت لاين. الستريت لاين دي بتعمل انترسكشن مع الاكس اكسس او الواي اكسس في 2 بوينتس, بتعمل انترسكشن مع الاكس اكسس لما الواي بتبقى ايكوال 0, وبتعمل انترسكشن مع الواي اكسس لما الاكس بتبقى ب 0. فاحنا الاول هنحاول ان احنا نخلي دايما في الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاعنا ان احنا بنختار values للاكس, بنختار values للاكس دي دايما بيبقى فيها الاكس بالزيرو علشان نجيب البوينت اوف انترسكشن with a with y axis, وبعد كده الاكس اكسس بتيجي معانا البوينت اوف انترسكشن with x axis بتيجي معانا بعد الايه بعد الدروينج, او ان احنا ممكن بقى ايه بالاكسبيرينس بتاعنا إن نعرف ان الواي تبقى زيرو امتى لما كذا كذا, زي ما احنا هنشوف في الايه في الحاجات الجاية يعني, تمام. طيب انا دلوقتي عندي مثلا اول function هعمل لها representing, تمام, بيقول لي f graph each of the following linear function f where fx equal 2x minus 0, تمام. باجي نعمل هنا عايزة علشان اعمل draw لأي straight line, طبعا at least بيبقى فيه 2 points عشان ارسم straight line at least 2 points, تمام.
واعمل بينهم جوينينج. التو بوينتس دول اللي هم عباره عن ايه؟ عباره عن الاوردرد بيرز بتوعي اللي هم بيلونجز للايه؟ بيلونجز للفانكشن. تمام؟ طيب انا مش هعمل تو اوردرد بيرز، انا هعمل دايما 3 اوردرد ايه؟ 3 اوردرد بيرز، وهختار دايما غالبا في العاده البوينتس اللي هي 0 وير اكس ايكوال 0. تمام؟ 0 ومثلا نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1، ده في العاده، او على حسب بقى بالاكسبيرينس بتاعتي بشوف شكل الفانكشن عباره عن ايه واحط لها فاليوز تخلي البوينتس بتاعتي سهله. تمام؟ طيب انا هقول مثلا سينس ان الاف اكس ايكوال كذا، تمام، يبقى ذيرفور اف نيجاتيف 1 اول حاجه هتبقى 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 3 اللي هي هتبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 5. يبقى الاوردر ذيرفور الاوردر بير عندي اللي هو نيجاتيف 1 ونيجاتيف 5، تمام، بيلونج لمين؟ بيلونج للفانكشن بتاعتي. طيب بعد كده احط الزيرو والسنس، تمام، او عندي وي اف اوف 0 هيديني 2 تايمز 0 ماينس 3 هيبقى ايكوال كام؟ 2 تايمز 0 ايكوال 0 نيجاتيف 3 هيبقى نيجاتيف 3، يبقى ايه 0 تمام ونيجاتيف 3 بيلونج تو ايه؟ بيلونج تو اف. طيب احط ال1 بقى اف اوف 1 ايكوال 2 تايمز 1 ماينس 3 هيديني 2 ماينس 3 اللي هي هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال نيجاتيف 1، تمام، هيبقى ايكوال نيجاتيف 1. اوكي فهيبقى عندي ال1 ونيجاتيف 1 دي كده بيلونج للفانكشن اوف a الفانكشن بتاعتي. تمام؟ روح جايه عامله كده تيبل صغير كده، عندي هنا دي الاكس ودي الواي اللي هي ايكوال اف اكس، تمام، واحط عندي هنا انا جبت اول حاجه نيجاتيف 1 و0 و1، تمام، عندي هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 5، هنا نيجاتيف 3، وهنا نيجاتيف a نيجاتيف 1. بعد كده هعمل لها جراف ريبريزنتيشن، هرسم الاكس اكسس والواي اكسس بتاعتي عادي واعمل لها ريبريزنتيشن واوصل الفري بوينتس بتاعتي بتوع الفري اوردرد بيرز عشان يديني الفانكشن بتاعتي. ادي كده رسمنا الجراف بتاعنا الكارتيزيان بلين بتاعنا، تمام، ده الاكس داش اكس اكس داش اكس اكسس، وده الواي واي داش اللي هو الواي اكسس، تمام، وعملنا لوكيتنج للبوينتس بتاعتنا او الاوردرد بيرز بتاعتنا نيجاتيف 1 ونيجاتيف 5 اوكي و 0 ونيجاتيف 3 اوكي و 1 ونيجاتيف 1. ولو بصينا لقينا ان عندي البوينت اوف انترسكشن، تمام، بتاعت الاكس اكسس اللي هي دي، تمام، لما الواي تبقى بزيرو، وهنا البوينت اوف انترسكشن لما الاكس ايكوال زيرو اللي هي النيجاتيف 3، تمام، دول كده التو بوينتس اوف انترسكشن مع الاكس اكسس ومع الاي ومع الواي اكسس. اوكي وده كده بقى الايه الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاع الفانكشن بتاعتي اللي هي كانت ايه في الاصل اللي هي كانت 2x minus 3. طيب لو انا عايزة اجيب بقى ال point of intersection with x axis اللي بقى لما ال y تبقى بزيرو، يبقى عندي هنا كده point of intersection with y axis point of intersection with y axis equal كام؟ equal 0 ونegative 3. طب ال point of intersection with x axis لما ال y تبقى ب 0، يعني عندي ال function بتاعتي اللي هي ال 2x minus 3 equal 0، ال 3 هتروح هناك بالpositive هتبقى 2x equal 3، طيب divided by 2 هيبقى x equal 3 divided by 2 اللي هو 3 over 2 اللي هي 1 and a 1 and half اللي هي 1 on a 1 and half، يعني احنا لو جينا هنا بصينا هنا تقريبا هتبقى اللي هي 1 and a 1 and half، تمام. طيب النوتس بتاعي من كده ان انا عندي الفانكشن بتاعتي هنا دي نيجاتيف 3 اللي هي الفاليو بتاعت ال b، يعني البوينت اوف انترسكشن بتاعتي اللي هي 0 و a 0 و b، البوينت اوف انترسكشن with
with الواي اكسس تمام، اللي هي الزيرو، والزيرو اللي هي الفاليو اوف اكس بالزيرو، والفاليو بتاعه البي اللي هي نيجاتيف 3. طيب ده لو حبينا نعملها بالسيمبوليك ريبريزنتيشن يعني. طيب ولو حبينا نجيب بقى البوينت اوف انترسكشن بتاعتي اللي هي 3 اوفر 2 تمام، هيبقى عندي هنا اول حاجه البوينت اوف انترسكشن اوف واي وذ اكس اكسس، اللي هي هتبقى عباره عن 3 اوفر 2 تمام. 3 اوفر 2 كام؟ وزيرو. طيب ال 3 اوفر 2، ال 3 دي اللي هي مين؟ اللي هي نيجاتيف بي. انا عندي البي اللي هي نيجاتيف 3، يبقى ال 3 اللي هي نيجاتيف بي، هيبقى دي نيجاتيف بي. طب وال 2؟ ال 2 دي اللي هي الاي، يعني انا عندي هنا الاي ايكوال 2 والبي ايكوال نيجاتيف اي نيجاتيف 3، والبي والاي اللي هي ال 2، يعني دي هتبقى نيجاتيف بي ان اي ومين؟ وزيرو. يبقى في اللينير، في اللينير فانكشن، اللينير فانكشن عباره عن الاي اكس بلس اي بلس بي، البوينت اوف انترسكشن ويز اكس اكسس اللي هي عباره عن نيجاتيف بي اوفر اي ومين؟ وزيرو. والبوينت اوف انترسكشن ويز واي اكسس تمام، اللي هي عباره عن زيرو ومين؟ زيرو وبي تمام. طيب نيجي نشوف فانكشن تانية. فانكشن تانية مثلا اللي هي اف اكس ايكوال نيجاتيف هاف اكس، نيجاتيف هاف اكس. انا عندي هنا الاي ايكوال نيجاتيف هاف والبي ايكوال زيرو، في هنا اني كونستنت تاني؟ لا، يبقى البي ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. طب نيجاتيف هاف اكس، اجي ابص كده للفانكشن بتاعتي واختار لها البوينتس بتاعتي. انا قلت عايزه بوينتس يبقى فيها الاكس، الثري بوينتس اللي انا هختارها عشان اعمل الاوردر بيرز بتوعي، احط فيها دايما الاكس بزيرو واشوف واشوف الباقي هيبقى ايه. فانا لما احط هنا الاكس ايكوال زيرو هيبقى بزيرو، يبقى كده البوينت اوف انترسكشن مع الاكس اكسس والواي اكسس اللي هي البوينت الاوريجين بوينت اللي هي الزيرو. ودايما لما تبقى البي ايكوال زيرو تعرف على طول في اللينير فانكشن ان البوينت اوف انترسكشن ويز بوث اكسس هتبقى الاوريجين بوينت اللي هي زيرو زيرو، طالما ان البي ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو تمام. طيب طب انا خدت الزيرو، طب اخد ايه تاني؟ اخد الوان. انا لو حطيت دي ب1 هتبقى دي ايكوال نيجاتيف هاف. طب وليه اكعبل على نفسي؟ انا احط هنا الاكس الفاليوز بتاعتي للاوردرد بيرز، الاكس ويز ايفن اي ويز ايفن نمبر، احط ايفن نمبر علشان تتعمل ديفايدد باي 2 فيطلع عندي انتجر وما يبقاش فيه كعبله في الريبريزنتيشن بتاعي. فانا هختار مثلا ال 2 مثلا والنيجاتيف 2، ال 2 والنيجاتيف اي والنيجاتيف 2، فهحط عندي هنا هقول since ان الفانكشن اف اكس ايكوال هاف، يبقى therefore function of 0 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى first order pair عندي اللي هو 0 و a 0 و 0، وبعدين function of 2 هيديني negative half times 2 هيديني negative 1، يبقى 2 كام؟ 2 negative 1. وبعدين function of negative 2 ايكوال negative half times negative 2 هيديني بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 1. هاجي اعمل التيبل بتاعي تمام، ادي الاكس وادي الواي اللي هي ايكوال اف اكس تمام، 0 و 0 خلاص. بعد كده قلت 2 ونيجاتيف 1 وعندي نيجاتيف 2 وايه هو، واعمل الريبريزنتيشن بتاعي الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاعي. رسمت عندي الاكس اكس داش اللي هو الاكس اكسس والواي واي داش اللي هو الواي اكسس، وقسمتهم طبعا 1 و 2 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 وهنا فوق نيجاتيف 1، وبحط البوينتس بتاعتي اللي هي ال 2 والنيجاتيف 1، وعندي ال 0 و 0 وعندي النيجاتيف 2 وال 1، وعملت جويننج ما بينهم يداني الستريت لاين اللي هو مين؟ اللي هو ال L او اللي هو represent the function of a the function of f تمام. طيب the point of intersection of both axes اللي هي هتبقى الزيرو والa
الزيرو والزيرو او الاوريجين بوينت، يبقى عندي اي لينير فانكشن ما فيهاش فاليو اوف بي او الفاليو اوف بي ايكوال زيرو، تمام، يبقى الستريت لاين ويتش ريبريزنت ذا فانكشن باسس ثرو ذا اوريجين بوينت اللي هو الزيرو اند اي، الزيرو اند زيرو، تمام. طيب يبقى اي فانكشن عندي لازم الاي belong للR store اللي هي الR positive plus الR negative minus الزيرو، تمام، وI will be equal zero، تمام، بيبقى ال straight line passing through the origin point zero and A zero and zero. دي كده كانت ال linear function. تاني حاجة عندي ال constant function اللي هي ما فيهاش A، تمام، اللي هي ال fx equal ال b، ال fx equal ال b where b belong to a to r، ودي هي ال constant function او اللي هي ال 0 a ال 0 degree، تمام. طيب ازاي ال graphical representation بتاع ال constant function بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن straight line، يا اما lies on the x axis، تمام، او parallel to the a to the x axis، يعني اما lies on the x axis او straight line parallel لل x axis، سواء above the x axis او below the x a the x axis، وده بيبقى على حسب ال sign بتاع ال a ال sign بتاع ال b النمبر اللي هو بيعمل representing لل a لل b. يعني مثلا انا عندي function of 2 function of x equal 2 function of x equal 2، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ لو حطيت 0 هيبقى equal 2، لو حطيت ال x ب 0 هيبقى equal 2، لو حطيت ال x ب 1 هيبقى اي value لل x برضو هيبقى ال ordered pair بتاعتي ال y coordinate بتاعتي هي عبارة عن ال a عبارة عن ال 2. طب يبقى عندي عبارة عن ايه؟ ده مثلا x x dash، ده ال y y dash، تمام، دي ال 2، فبيبقى عبارة عن straight line دي ال 2، بيبقى عبارة عن straight line parallel لل x on the value of a on the value of 2، دي اللي هي fx equal 2، تمام، يبقى straight line above the x axis and passes through the point a 0 and 2 0 and a and 2، تمام، دي ودي كده بتبقى ال point of intersection of a of y axis. طيب لو عندي fx equal negative 3 fx equal negative 3، ادي مثلا negative 3 وعندي straight line passes، يبقى ده fx equal negative 3 ده straight line passes through the point 0 and negative 3 وبيبقى parallel لل a لل x x. طب لو عندي fx equal 0 fx equal 0، ده بيبقى عبارة عن ال a عن ال x axis نفسه، يبقى ال x axis نفسه اللي هو عبارة عن fx equal a equal 0، يبقى ال function بتاعة ال x axis اللي هي ال fx equal a equal 0، تمام، وده بيبقى عبارة عن line intersect with the y axis in the point of, in the origin point اللي هي 0 and 0 or passes through the point 0 and 0 or the origin a origin point. طيب لو عندي بقى اي حاجة اي حاجة اي حاجة اللي هي هتبقى ايه برضو 5 هيبقى 5 negative 5 هيبقى negative 5 1 and half هيبقى 1 and half، كلهم ال constant function عبارة عن ال graphical representation بتاعه عبارة عن straight lines parallel لمين؟ parallel لل x axis و passes through the point of 0 وال point اللي هي ال value ال y coordinate بيبقى عبارة عن ال value of a ال value of b. بعد كده هنوصل للجرافيكال ريبريزنتيشن اوف ذا كوادراتيك فانكشن، واحنا قلنا الكوادراتيك فانكشن هي الفانكشن ويز ذا سكند اي ويز ذا سكند ديجري، وعارفين ان الدومين بتاع الكوادراتيك فانكشن هو السيت اوف ريل اي ريل نمبرز ويتش از انفينيت سيت، تمام. يبقى عشان نعمل ريبريزنت للفانكشن دي جرافيكالي هنعملها على الكارتيزيان انترفال، يعني هتلاقوا ان الكوادراتيك فانكشن هي الوحيده اللي بيقول لك اكس بيلونج للانترفال، تمام، انما التانيين هيبقى اكس بيلونج للسيتس عاديه، انما الكوادراتيك فانكشن هي اللي هتبص تلاقي فيها المنظر بتاع الانترفال. طيب بيقول لي
graph each of the following quadratic function. fx equal x square. أنا المفروض عندي إن الكوادراتيك فانكشن اللي هي عبارة عن a x square plus p x plus a plus c. تمام؟ معنى كده إن ال b وال c هنا equal 0. طبعاً ال a بتبقى belong لل r a ال r star. ال r star اللي هي ال r positive union ال r negative difference ال a difference ال set of a ال set of 0. طيب بيقول لي ان الـ taking x belong لي الـ interval negative 3 و 3. معنى كده ان مش 3 الـ negative 3 بس والـ 3 بس، لأ ده كل الـ real numbers between negative 3 and 3 طبعا هنا closed، فهيبقى الـ negative 3 والـ 3 معانا included في الـ values بتاعي. طب لو واحدة منهم open يبقى مش هنحسبها. تمام؟ طيب هنيجي نشوف. وعايز الفانكشن التانية الـ fx equal negative x square. معنى كده ان الـ a هنا equal 1 وال b وال c equal 0. تمام؟ وال a هنا equal negative 1 وال b وال c equal كام؟ equal 0. طيب هنيجي نشوف التابلز بتاعتي ما احنا عملناها. طبعا انا لما اجي اعمل التابل بتاعي مش هختار بقى، هختار الانتجرز هي انترفل بس انا هختار منهم، انا مش بعمل كل الاليمنتس طبعا اللي في الانترفل، انا بختار اليمنتس معينه، فالاسهل لي طبعا ان انا اختار الانتجرز. فهختار من اول نيجاتيف 3 لحد 3 والنمبرز بقى انكلودد ما بينهم. فالنيجاتيف 3 هتبقى 9، نيجاتيف 2 هتبقى 4 سكوير، نيجاتيف 1 سكوير هتبقى 1، 0 and 0، 1 and 1، 2 and 4، 3 and 9. ده الاكس سكوير. x equal كام؟ x سكوير، ودي equal نيجاتيف x سكوير. يعني احنا لو بصينا هنلاقي ال 2 tables هنا نفس ال values except the sign is difference. هنا بالبوزيتيف وهنا بالA وهنا بالنيجاتيف. طيب الجرافيكال ريبريزنتيشن بتاع الكوادراتيك فانكشن بيبقى عباره عن ستريت لاين؟ لا، بيبقى كيرفد لاين. كيرفد لاين، والكيرفد لاين ده بيبقى له لاين اوف سيمتري، وبيبقى له ماكسيمم بوينت او مينيمم بوينت اللي هي البوينت اللي بتبقى في اخر ال في اخر الكيرفد الكيرف. تمام؟ ودي يا اما بتبقى هي الاب او الداون. تمام؟ وبيبقى له line of symmetry، والline of symmetry ده بيبقى له equation بتعبر ايه؟ بتعبر. نيجي نشوف بقى الجرافيكال ريبريزنتيشن، وال two functions دول بالذات هي عباره عن comparison between ال a between the two functions انهم special case of a of the function. جه هنا رسم ال plane بتاعي، ال quadratic plane بتاعي او ال cartesian plane بتاعي. تمام؟ وحط ال points ال negative 3 اللي انا خدتها as a values of x، negative 3 negative 2 negative 1 1 and 2 and 3، وحط ال order pairs بتاعتي عملهم locate على ال cartesian plane. تمام؟ ال 1 مع ال 1 وال 2 مع ال 4 وال 3 مع ال 9 وال negative 1 مع ال 1 وال negative 2 مع ال 4 وال negative 3 مع ال 9، ورسم ال curved shape بتاعي. خلاص ال coefficient بتاع ال x square هو greater than a greater than 0. يعني ايه الكوفيشنت؟ يعني الكوفيشنت هنا في الاكس سكوير اللي هي ال1، ال1 دي greater than a greater than 0، يبقى الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير عندي هو 1 اللي هو النمبر اللي هو a اللي احنا لسه ايه اللي احنا سائلين ان الa هنا equal 1، والa هنا في الاكس سكوير الفانكشن الثانيه اللي هي نيجاتيف اكس سكوير equal نيجاتيف 1، فهو less than a less than 0. تمام؟ طيب الكوفيشنت عندي هنا equal 1 يعني greater than 0، فالكيرف هيبقى symmetric للـ y axis. تمام؟ عشان الـ b والـ c عندي equal 0. الـ y axis هو ده اللي هيبقى الـ line of a الـ line of symmetry بتاع الكيرف بتاعي. طب الـ function بتاعة أو الـ equation بتاعة الـ y axis بتاعتي اللي هي إيه؟ الـ equation بتاعة الـ y axis بتاعي اللي هو x equal كام؟ ال x equal 0. تمام؟ يبقى ال equation بتاعت ال line of symmetry بتاع ال y axis اللي هو ال x equal a ال x equal 0. وال point 0 and 0 دي ال point of the vertex of the curve، دي ال point of vertex of a of curve، و considered هنا as a minimum value. ليه as a minimum value؟ علشان هي lies، تمام؟ lies under او below the curve، او الكيرف ده هو الكيرف lies up on it، يعني هي اللي تحت والكيرف هو اللي ايه اللي فوق، فهتبقى minimum a minimum value. يبقى المينيمم فاليو بتاعت الكيرف بتاعي هنا كام؟ 0 a 0 و 0.
اللي هي equals to the y coordinate of the vertex of the a of the curve. يبقى المينيمم فاليو اوف ذا فانكشن از 0 which is equals to the y coordinate of the a of the vertex of a of the curve. تمام. طيب نيجي نبص على الكيرف التاني. عملنا لوكيت للبوينتس برضو اللي هي بقى بالنيجاتيف. فنيجي نشوف قلنا الكوفيشنت بتاعي هنا للاكس سكوير اللي هو نيجاتيف 1 فده less than a less than 0. وعشان البي والسي هنا ايكوال 0 في الكوادراتيك ايكويشن او الكوادراتيك فانكشن فالكيرف از سيمتريك with respect with y a with y axis. يعني اللاين اوف سيمتري بتاع الكيرف اللي هو الواي a الواي axis اللي قلنا قبل كده الايكويشن بتاعت الواي axis اللي هي x ايكوال 0. طيب البوينت 0 and 0 هي دي البوينت اوف ذا فيرتكس اوف a اوف ذا كيرف وكونسيدرد از ايه بقى از ا ماكسيمم فاليو. ليه هنا ماكسيمم فاليو؟ عشان هي on يعني lies over او up the curve او the curve lies a lies below this a this point. والماكسيمم فاليو بتاعت الفانكشن بتاعتي equal 0 which equal the y coordinate of the vertex. يبقى الماكسيمم فاليو هي ال y coordinate of the vertex of a of the curve. ده عكس ده, ده بالبوزيتيف وده بالنيجاتيف. ده له مينيمم فاليو وده له ماكسيمم ايه ماكسيمم فاليو. تمام. ده الكوفيشنت بتاع الاكس بالبوزيتيف وده الكوفيشنت بتاع الاكس بالايه بالنيجاتيف. يبقى انا لما يبقى عندي الكوفيشنت اوف اكس سكوير از بوزيتيف يبقى الكيرف هيبقى اوبن ابوردز بيفتح لفوق. تمام. ابوردز اند ذا فانكشن هاز ا مينيمم ايه مينيمم فاليو. يبقى لما يبقى الكوفيشنت اوف اكس سكوير is a positive value هيبقى الكيرف بتاعي upwards والفانكشن has minimum a minimum point. ولما يبقى الكوفيشنت اوف x square negative number هيبقى الكيرف بتاعي opens downwards بيفتح لتحت. تمام. والفانكشن has a maximum value a value point. طيب نيجي نشوف example. تمام. عندي هنا بيقول لي graph the function fx equal x square minus 2 minus 3. اه لا هنا في بقى ال a equal 1 ال b equal negative 2. ال a اللي هي coefficient of x square وال b اللي هي coefficient of x وال c اللي هي equal negative كام negative 3. طيب انا عندي coefficient بتاع ال x square عندي هنا greater than 0 يبقى عندي كده من غير ما من قبل ما ارسم الكيرف عارفة ان الكيرف هيبقى open upwards و has minimum a minimum value point. تمام. حاجة أعمله بيقول لي which belong x belong للانترفال negative 2 and 4 والاتنين closed. يبقى ال negative 2 وال 4 included معنا في ال values of a في ال values of x. حاجة حط التابل بتاعي negative 2 negative 1 0 1 2 3 4 وعمل substitute بقى في الفانكشن. طيب negative 2 square هيديني 5 negative 1 هيديني 0 negative 0 لما ال x ب 0 هيديني negative 3. تمام. لما هنا ال x ب 1 okay. هيديني ايه هيديني negative 4 وهكذا substitute عادي ونخلي بالنا من ال square ومن ال signs ومن كل حاجة okay. ان ال negative times negative equal positive وال positive times negative او negative times negative او negative times positive equal negative. عايز ايه بقى وجا عملهم ايه لوكيتنج على ال على الكارتيزيان بلين بتاعي. تمام. لقينا ان المينيمم بوينت عندي هنا من التابل في الفاليوز اوف واي او في الرينج بتاعي بتاع الفانكشن اللي هي مين مين المينيمم فاليو اللي هي النيجاتيف 4. تمام. اللي هي مين اللي هي النيجاتيف 4. طيب ال والاكس عندي اللي هي كام اللي هي 1. يبقى انا عندي هنا ال vertex of the curve اللي هو 1 و negative كام عايز هو ال point of vertex of curve اللي هي ال minimum value بتاعة ال y اللي هي هيبقى 1 و negative a و negative 4. بعد كده the equation of the line of symmetry ال line of symmetry عندي اللي هي هيبقى جاي parallel لل y axis. تمام.
بس عند ال value of a of 1 اللي هو passed through the minimum value of a the minimum value أو ال point of a of vertex of the curve اللي هي ال 4. يبقى أنا عندي هنا ال equation بتاعت line of symmetry هنا هنا ال x بكام؟ ال x ب 1. يبقى ال equation بتاعت ال line of symmetry اللي هي x equal a equal 1. It's a straight line parallel to a to y axis and passes through the vertex of the curve اللي هي هتبقى 1 ونيجاتيف a ونيجاتيف 4. المينيمم فاليو اوف ذا فانكشن تمام اللي هو نيجاتيف a نيجاتيف 4 تمام. طيب انا دلوقتي انا اللي بعمل التيبل ده. الكالكوليتر بتاع اللي انا بستعمله ممكن يعمل لي التيبل ويجيب لي الفاليوز بتاعه التيبل بتاعتي ازاي. هشوف طبعا مش معايا الكالكوليتر تمام. انا عندي الاكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 3 والاكس بيلونج للانترفال نيجاتيف 2 و 4. بعمل ايه؟ طبعا بجيب الكالكوليتر الاول وبعدين بجيب الموديل تمام. بريس على الباتن بتاع الموديل والسيت اب تمام وبختار الموديل اللي هو او السيت اب بتاع التيب. بعد كده بعمل بكتب الرول بتاعتي اللي هي الاكس سكوير ماينس 2 اكس ماينس 3. بعمل ايه؟ بعمل ستار تمام. بعد كده على الالفا اكتب اكس اوكي سكوير ماينس 2 الفا تمام واعمل البراكت الثاني ماينس a ماينس 3 تمام. وبعدين بدوس على الايكوال هيطلع لي البيجيننج الستارت بوينت او البيجيننج بتاع الانترفال بتاعي. فهحط ال2 تمام نيجاتيف هدوس على الساين بتاعت النيجاتيف 2 تمام وادوس ايكوال equal. بعد كده هيقول لي الاند اوف ذا انترفال تمام. اروح دايسه على نمبر 4 وعلشان احدد الستبس بتاعتي يعني هعمل الستبس انا عندي من نيجاتيف 2 لحد 4. طب هاخد كل كام؟ هيبقى كل 1 ولا كل 2؟ فانا هاخدها كل 1 يعني 1 هيبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. يبقى انا بعمل الستيب عندي هنا 1. طب لو عملت نيجاتيف 2 0 2 4 يبقى انا كده الستيب عندي 2 تمام. وبدوس ايكوال. التيبل بتاعي بيتكون عندي هنا باخده بحط في الـ A في الـ values تمام وبدوس up and down عشان امشي بالـ A امشي بالـ يعني اشوف الـ values بتاعتي لان التيبل ممكن لو كان كبير ما يبقاش كله displayed على المونيتور بتاعت الـ A بتاعت الكالكوليتور. طيب انا ده كده ممكن اعمله بس يعني اخلي بالي قوي وانا بكتب الرول بتاعتي علشان يطلع لي الاكزاكت فاليوز بتاعتي. وممكن اعمل كده بالكالكوليشنز بتاعتي اليدوي الكالكوليشن اعمل تشيك بس عليها علشان اتاكد ان الرول مكتوبه صح وان الفاليوز بتاعتي مكتوبه مكتوبه صح وابتدي انقل الفاليوز بتاعت التيبل من هنا واحطها في التيبل بتاعي اللي انا بكتبه في البيبر بالاكزام بيبر او في الهوم ورك بيبر تمام. طيب اجي اشوف اكزامبل تاني بيقول لي graph the function f where fx equal negative x square plus 3x plus 2 taking x belong to the interval closed interval negative 1 and 4 and from the graph find the maximum value or minimum value of the function. طبعا هو بيقول لك هنا علشان يعرف طبعا احنا عندي هنا الكوفيشنت بتاع x square هنا بالنيجاتيف يعني less than 1 فهيبقى الكيرف هيبقى downwards يعني بيبص لتحت تمام وهيبقى فيه maximum a maximum value of the function. The equation of the line of the symmetry تمام عايز ال equation of the line of the symmetry. انا هاجي اجيب التيبل بتاعك او هعمله على الكالكوليتر زي ما قلنا. انا عندي ال x negative 1 هتبقى ال fx بتاعتي بعد ما اعمل substitute هنا اللي هي هتبقى negative 1 square plus 3 times negative 1 plus 2 تمام. هيديني ايه؟ negative 1 square اللي هي هتبقى negative 1 تمام negative 1 square ب 1 وفي هنا negative تبقى negative 1 plus 3 times negative 1 اللي هي negative 3 plus 2 تمام. فهيبقى negative 4 plus 2 اللي هي هتبقى negative a negative 2. فدي الفاليوز بتاعت الاكس ودي الفاليوز بتاعت الواي بتاعتي تمام. اجي اعمل ريبريزنت هنا للجراف بتاعي بحط البوينتس نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 0 و2 تمام. بعد كده 1 و4 بعد كده 2 و4 اوكي بعد كده 3 و2 تمام. وبعد كده عندي ال4
والنيجاتيف اي والنيجاتيف 2. لو بصيت هنا للجراف بتاعي هبص الاقي ان الماكسيمم فاليو او الفيرتكس بوينت بتاعت الكيرف بتاعتي مش موجوده انكلودد البوينتس اللي انا جايباها في التيبل بتاعي. وعلشان اعمل الكيرف مظبوط تمام ممكن يبقى فيه يعني ميستيكس في البوينتس اوف فيرتكس بتاعتي. فعشان اجيب البوينتس اوف فيرتكس بتاعتي ليها رول معين. الاكس كوردينيت بتاعتي هتبقى نيجاتيف بي اوفر 2a، وير البي دي اللي هي الكوفيشنت اوف اكس اللي هي الانديسيز بتاعها او الباور بتاعها ب1 تمام، لان انا عندي الكوادراتيك فانكشن عباره عن ax سكوير بلس bx بلس c. فعندي الاكس كوردينيت بتاع البوينت اوف فيرتكس اوف ذا كيرف تمام هيبقى نيجاتيف بي اوفر 2a. طب الواي كوردينيت بتاعها اللي هي الفانكشن بتاعتها اللي هي الفانكشن بتاعت الفاليو اللي انا هطلعها بتاعت الاي بتاعت الاكس تمام. طيب لو انا عندي الاكس بقى at the vertex of the curve هيبقى نيجاتيف بي، انا عندي البي اوريدي اللي هي بوزيتيف 3 فهتبقى نيجاتيف 3 تمام ديفايدد باي الاي باي 2a باي 2a. الاي عندي بنيجاتيف 1 هتبقى 2 تايمز نيجاتيف 1 هيديني نيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 2 اللي هي بوزيتيف 1 ان اي 1 ان هاف تمام. هاخد ال 1 ان هاف دي الاكس كوردينيت بتاعت البوينت اوف فيرتكس هاخد ال 1 ان هاف واعوض بيها في الفانكشن، اعمل سبستيتيوت في الفانكشن عشان اجيب الفاليو اوف اي الفاليو اوف واي، فاعمل سبستيتيوت بيها هتطلع لي 4 ان اي 4 ان كوارتر. هاجي اعمل لها بلوتنج هنا على الجراف بتاعي واوصل الكيرف هيبقى دي الفيرتكس بتاعت الكيرف بتاعتي ودي الماكسيمم ايه الماكسيمم فاليو بتاعي اللي هو هيبقى الواي كوردينيت اللي هو ال4 اند 8 4 اند 4. طيب الاكس كوردينيت بتاعت الفيرتكس بتاعتي هي دي الايكويشن بتاعت اللاين اوف سيمتري، لان اللاين اوف سيمتري بتاع الكيرف هيبقى ايكوال اكس ايكوال 1 ان هاف اللي هي الاكس فاليو بتاعت او الاكس كوردينيت بتاعت الفيرتكس اوف ذا كيرف او الاكس اللي انا استعملتها عشان اجيب الماكسيمم ايه الماكسيمم فاليو. فالكيرف اترسم والاكسس اوف سيمتري بيترسم دوتت كده تمام، وجبت الواي اكسس هي دي الماكسيمم فاليو اوف ذا كيرف، والفاليو بتاعت الاكس كوردينيت للبوينت اوف فيرتكس اوف ذا فاليو هي دي الايكويشن اللي بتتحط ك ايكويشن لللاين اوف اي لللاين اوف سيمتري. طيب اجي ببص كده ده اكزامبل تاني بيقول لي اي بي سي او از ا سكوير اند ذا كيرف تمام represent the function of fx equal x square. يبقى line of symmetry بتاع الكيرف تمام اللي هو الواي اكسس اللي هو x اللي هو x equal كام x equal 0 اوكي okay. عايز الكوردينيتس بتاعت البوينت a و b و c. انا عندي ده سكوير، من البروبرتيز بتاعت السكوير ان two diagonals اوكي bisect each others وهم ايكوال، فكلهم هيبقوا يعني كل البايسكتد لاين سيجمنتس كلهم هيبقوا قد بعض. فانا اوريدي عندي البي او اللي هو جزء من الواي اكسس هو عباره عن الفيرست دياجونال بتاع السكوير بتاعي، هاجي ارسم السكند دياجونال تمام وهيبقى عندي 4 بيسز او 4 لاين سيجمنتس هيبقى دي ال 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 تمام. كل length لللاين سيجمنتس اللي هو الهاف اوف ذا دياجونال هيبقى ايكوال ال، فهيبقى عندي هنا لو دي ال هيبقى عندي هنا ودي ال هيبقى الاكس اكسس هنا ال سوري الاكس كوردينيت ب ال والواي كوردينيت ب ايه ب ال، فهيبقى الاي ال ان ال. طيب البي بقى البي دي لايز اون ذا واي اكسس فهتبقى الاكس بتاعتها ب 0 والواي كوردينيت بتاعتي ب 2 ال تمام. اما ال C هي الايمج بتاعك كانها ريفلكت الريفلكشن بوينت بتاعت ال A on the X on the Y axis فهتبقى نيجاتيف L and L تمام. طيب يبقى انا عندي كده جبت الكوردينيتس بتاعت ال بتاعت ال 3 بوينتس بتوعي in the term of A in the term of L. طيب ال A عندي تعتبر من ضمن الاوردرد بيرز بتاعت ال A بتاعت الكيرف بتاعت الفانكشن اللي هو الكيرف مرسوم، يبقى ال A belong to A belong to R where fx equal x square. فانا هاخد طبعا الx اللي هي ال L تمام، يبقى ال L square اللي هي ال x square equal كام equal L اللي هي ال Y، يبقى ال L square equal ال A equal ال L. طيب اودي ال L هنا بالنيجاتيف هتبقى L square minus L equal 0 عاملها equation.
طيب دي كده في highest common factor ما بينهم اللي هو ال L، فهاخده بره واعمل bracket L minus 1. يبقى انا عندي هنا either L equal 0، ودي طبعا refused عشان ال length ما فيش length بال 0، او either or L minus 1 equal 0، يبقى ال L equal 1. خلاص انا جبت كده الريزلت بتاعي اللي انا مطلوب. اعمل بقى substitute بالvalue of L في الـ في الكوردينيتس بتاعه ال 3 points. انا عندي ال A L and L، هيبقى ال A 1 and 1، وال B 0 and 2 L هتبقى 0 and 2، وال C هتبقى negative L and L هتبقى negative 1 and A and 1. الدرس ده سهل جدا ومحتاج بس شوية تركيز في الـ في substitute بتاعتي، عشان احنا كل اخطائنا، على فكرة كل اخطاء الولاد في الدرس ده هي عبارة عن يعني غلطات او mistakes في substitution، او ممكن هو بينقل الفانكشن في الـ في الاكزام بيبر من الورقة من الكويستشن بيبر للانسر بيبر، بيغلط في النقل. تمام، بس هي دي الغلطات اللي بتخلي الرسمة كلها او الانسر كله يبقى غلط. انما هي سهلة جدا، هي عبارة عن ان انت بتجيب values بتحطها من الانترفلز، بتحطها تعمل عليها substitute وتحطها في التابل، او بتجيبها من على الكالكوليتر وبتعمل الجراف بتاعها البلوتنج على الجراف للبوينتس وبتوصل الكيرف. طبعا الكيرف بيبقى افضل لو معاك الفرنش كيرف، ودي مسطرة كده اللي هي بترسم الكيرفز، تمام، عشان يبقى الكيرف مظبوط. وزي ما قلنا لو ما لقيناش ان الكيرف مرسوم معانا ان البوينت بتاعه الفيرتكس نون بيلونج للبوينتس اللي انا طلعتها في التيبل، بعوض عنها بالرول اللي هي نيجاتيف بي اوفر 2 اي، دي الاكس كوردينيت، وبجيب الفانكشن الفاليو اوف فانكشن بتاعتها او الفاليو اوف واي بتاعتها، اجيب الكوردينيت الواي كوردينيت بتاعتها، وهي دي بتبقى الفيرتكس اوف ذا كيرف، او الواي كوردينيت بتاعتها بتبقى اللي هي الماكسيمم فاليو او الواي او المينيمم فاليو بتاعت الايه بتاعت الفانكشن. يا رب يكون الدرس بسيط وفهمتوه. لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا اعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان اعملوا لايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك، لان بننزل عليها اكزامز وريفيجنز ايام الامتحانات لايف. هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت الفيديو. بالتوفيق ليكم ولابني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.